بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بتفاضل وتكامل واحد، وما زلنا في differentiation rule أو التفاضل باستخدام القواعد. وكنا المرة اللي فاتت تكلمنا في بعض القواعد، النهاردة بنستكمل الباقي. اللي تكلمنا فيه المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على d by dx، يعني تفاضل الكونستانت، وتفاضل الكونستانت بيساوي زيرو لأن معدل التغير بتاع الكونستانت بيساوي صفر. فأي ثابت عند حضرتك زي ما شفنا المحاضرة اللي فاتت كان التفاضل بتاعه بيساوي صفر. تفاضل الباور فانكشن او اكس باور 2 ان، اكس مرفوعه لاس ان، بعمل ايه؟ بنزل الاس زي ما قلت في الداله، اس الاس ناقص 1. تفاضل حاصل ضرب كونستانت في داله، اوكي، يبقى الكونستانت هطلعه بره، واعمل ايه بقى يا جماعه؟ وابدا اقول دي باور فانكشن، وابدا انزل الاس في الاس ناقص 1. تفاضل حاصل جمع دالتين سواء كانوا مجموعين او مطروحين، فهو تفاضل الاولى زي التفاضل الثانيه. بعد كده بقى النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاكسبوننشال فانكشن، وبنتكلم بس على اي اس اكس فقط. اي اس اكس طبعا اي ده اللي هو اللوغاريتم الطبيعي اللي هو قيمته ده ثابت اللي هو 2.71 من 100، بس مرفوع لاس مين؟ لاس اكس. فتفاضل الداله دي، تفاضل اي اس اكس بالنسبه للمتغير اكس هو عباره عن اي اس اكس، يعني تفاضل الداله هو نفس الداله، يبقى دي باي دي اكس او تفاضل الداله اي اس اكس باي اس اكس. لو شفنا مثال زي ده مثلا، انا اعطي لك فانكشن اف اف اوف اكس بيساوي اي اس اكس ناقص اكس، دي الداله، مطلوب منك تجيب تفاضل الداله. طبعا التفاضل بنقول عليه اف داش اف وعليها داش شرطه، او دي واي باي دي اكس، او دي اف باي دي اكس، اوكي. التفاضل بتاع ده هنقول بيساوي ده مجموع دالتين او داله وداله، اوكي، سواء بقى كان الجامع او طرح. يبقى الاف داش بيساوي، اف داش عباره عن ايه زي ما قلنا؟ عباره عن دي اف باي دي اكس، تفاضل الداله اف بالنسبه للمتغير اكس. يبقى اف داش بيساوي اي اس اكس تفاضلها بكام؟ باي اس اكس. وتفاضل الاكس بكام؟ تفاضل الاكس بواحد زي ما عارفين من المحاضره اللي فاتت. يبقى الاف داش عباره عن اي اس اكس ماينص 1. طيب لو انا كان عندي بقى اف اوف اكس باي اس اكس ناقص 1، مطلوب منك اف داش اوف اكس. يبقى الاف داش اوف اكس اللي هو تفاضل الداله بالنسبه للاكس، تفاضل اي اس اكس قلنا بكام؟ باي اس اكس، وتفاضل الواحد بكام؟ بزيرو. فالتفاضل بتاعك بتاع الداله دي بيساوي اي اس اكس، اوكي. طيب لو انا طالب منك تفاضل اي اس 5، ها نعمل ايه بقى يا جماعه؟ هتقول لي بقى اي اس 5 تفاضلها باي اس 5، ده كده خطا، ده عباره عن مصيده لحضرتك، لان اي اس 5 ده ثابت. اي اس 5 ده رقم، اي ب 2.71 اس 5 ممكن تعملها على الكالكوليتر هيطلع لك رقم. الداله ما فيش فيها اكس خالص، يبقى ده كونستانت. فالكونستانت تفاضله بكام؟ تفضله بزيرو، اوكي. طيب لو انا اعطيلك بقول لك هاتلي given h of u، دالة h معتمدة على متغير اسم u عبارة عن 3 u ناقص 1 في u زائد 2، وطالب منك هاتلي مين؟ هاتلي h داش اللي هو التفاضل. عندي طريقة الاولى، الطريقة التانية لسه ما خدتهاش، اللي هو حاصل ضرب دالتين، انا ما قلتهمش لسه، ما قلتش التفاضل بتاعهم. فانا اقدر اعمل ايه؟ اقول والله 3 u ديت، دي دالة ودي دالة مضروبين في بعض، انا ما خدتش لسه تفاضل حاصل ضرب دالتين. امال ايه الحل؟ الحل الاول ان انا افك الاقواس دي، اقول 3 يو في يو ب 3 يو سكوير، 3 يو تربيع، وبعدين ده ناقص يو ودي 6 يو، يبقى 6 يو ناقص يو، وبعدين ناقص 1 في 2 بناقص 2. اذا الاتش يو بتساوي 3 يو سكوير زائد 6 يو ناقص اليو ب 5 يو، والثابت سالب 2. هنا بقى اقدر ان انا افاضل الداله دي، هقول بقى دي اتش باي دي يو، تفاضل الاتش بالنسبه لليو اللي عباره عن مين؟ عن الاتش داش، بيساوي 3 يو سكوير، تفاضلها بكام يا جماعه؟ زي ما احنا عارفين ده ثابت مضروب في داله، انزل الاس يبقى 6، 2 في 3 ب 6، واليو انقص منها 1 يبقى 6 يو. وتفاضل ال 5 يو بكام يا جماعه؟ ب 5، وتفاضل الكونستانت ب 0، يبقى اتش داش عباره عن 6 يو زائد 5. اوكي، ناخد بس يعني نرتشف رشفه من القهوه ونكمل بقى، ونكمل. اوكي طيب لو انا اعطيلك داله اف اس اوف ار، دي فانكشن ديبند على ار، عباره عن 4 باي ار سكوير، عاوز التفاضل بتاع الاس. طبعا حضرتك عارف كويس قوي ان الباي ده عباره عن 3 و14، ده كونستانت اللي هو طه 3 و14، مضروب في 4، كل ده كونستانت. يبقى كونستانت مضروب في داله، هعمل ايه؟ انزل الاس يبقى 4 باي، وانزل الاثنين يبقى 8 باي، والار نقص منها واحد تبقى ار. يبقى تفاضل دي اس، عفوا دي اس باي دي ار، معدل تغير الاس
بالنسبة لي الار هنزل اس 2 2 في 4 في 8 يبقى 8 باي مضروبه في الار. طيب لو عندي ار اوف اي بيساوي 3 اي زائد 1 الكل تربيع، اوكي 3 اي زائد 1 الكل تربيع، اعمل ايه؟ هقول بقى الداله دي بند على ايه، وده قوس متربع، انا ما خدتش حاجه قبل كده قوس متربع، امال ايه الحل؟ الحل لحد دلوقتي ان انا افك كده، اوكي فابدا اقول 3 اي زائد 1 في 3 اي زائد 1 او وافك الاقواس، او ان اقول ده مربع كامل فهو مربع الاول يعني 9 اي سكوير زائد الاول في الثاني في 2 يبقى زائد 6 اي زائد الواحد، وابدا افضل عادي خالص، تقدر حضرتك تكمل ده مفيش فيها مشكله، اوكي يبقى تفك القوس ده الاول وبعدين تفضل. طيب لو انا اعطي لك جي اوف اكس عباره عن اي اس اكس ناقص 3 اكس سكوير وبقول لك فايند دي جي باي دي اكس، يبقى الدي جي باي دي اكس هو تفاضل الداله جي بالنسبه للمتغير اكس، هقول اي اس اكس تفاضلها بكام زي ما احنا حافظين باي اس اكس، وتفاضل 3 اكس سكوير يبقى سالب 6 اكس، هنزل 2 3 في 2 ب 6 والاكس تنزل يبقى اي اس اكس ماينص 6 اكس. دلوقتي بقى بنتكلم في قاعده جديده خالص انا ما اتكلمتش عنها اللي هو حاصل ضرب دالتين، يعني لو انت بتتكلم على دالتين مضروبين في بعض يا ترى الدالتين المضروبين في بعض لما اجي اخد لهم التفاضل هل هو التفاضل الاولى مضروب في التفاضل الثانيه؟ لا، حاصل ضرب دالتين اف اوف اكس مضروب في جي اوف اكس، التفاضل بتاع حاصل ضرب دالتين هو الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى، نحفظها بالشكل ده. يبقى لما يكون عندي دالتين مضروبين في بعض وعاوز اجيب لهم التفاضل اقول بقى ان التفاضل عباره عن تفاضل حاصل ضرب دالتين الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى، قول معايا بقى الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. طيب تعال ناخد مثال على الكلام ده، انا هعطي لك اف اوف اكس بيساوي اكس اي اس اكس، انا عارف اي اس اكس تفاضلها بكام وعارف اكس تفاضلها بكام، لكن الاثنين حاصل ضربهم في بعض ليس هو تفاضل الاولى في تفاضل الثانية، لا ده مش هنا، ده مش التفاضل، التفاضل بتاع حاصل ضرب دالتين ليه قانون اللي هو عبارة عن ايه زي ما قلنا، ها اللي احنا حافظينه، الاول هقول ان الاكس هي الاول ادي الاول في تفاضل اي اس اكس، تفاضل اي اس اكس بكام؟ باي اس اكس زائد الثاني اللي هو اي اس اكس اهو في تفاضل الاول، تفاضل اكس بكام؟ بواحد، يبقى انا عامل الدالة الاولى اكس والدالة الثانية اي اس اكس، او براحتك لو عاوز تبدل مفيش فرق خالص، اقول الاولى اكس في تفاضل الثانيه اي اس اكس، تفاضل اي اس اكس باي اس اكس زائد الثانيه اي اس اكس في تفاضل الاولى، تفاضل اكس بكام؟ بواحد. طيب زي ما قلت الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول، تمام تقدر تعملها كده، الاول في تفاضل اي اس اكس زائد اي اس اكس في تفاضل اكس، طبعا ده اكس اي اس اكس زائد اي اس اكس في كام؟ في واحد اللي احنا طلعناه قبل كده اللي هو ده، واقدر اخد اي اس اكس عامل مشترك بس للتبسيط تطلع اكس زائد واحد. طب لو انا اعطي لك دلوقتي الداله دي وبقول لك فضلها اف اوف اكس بيساوي اكس زائد واحد في اي اس اكس، هنعمل نفس الموضوع، انا عارف تفاضل اكس زائد واحد وعارف تفاضل اي اس اكس، لكن ما عنديش قانون في التفاضل بتاع حاصل ضرب دالتين، اوكي القانون اللي احنا حافظينه بس، لكن ما فيش حاجه اسمها تفاضل ده مضروب في تفاضل ده، ده كده غلط، لا الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول، لو قلنا ده الاول اكس زائد 1 اهو اكس زائد 1 في تفاضل الثاني، تفاضل اي اس اكس بكام يا جماعه؟ باي اس اكس زائد الثاني اي اس اكس مضروب في تفاضل اكس زائد 1، طبعا تفاضل اكس زائد 1 تفاضل الاكس بواحد وده بصفر يبقى 1. لو اخدت اي اس اكس للتبسيط بس عامل مشترك يديني اكس زائد كام؟ اكس زائد 2، يديك اكس زائد 1 من هنا وهنا يديك 1 يديك اكس زائد 2، بس ملحوظه ليس لها علاقه بالتفاضل خد بالك، بس لما حبيت اجيب الاف داش بتاع الداله اكس اي اس اكس اداني اي اس اكس في اكس زائد 1، لما خدتها هي نفس الداله تاني وبفضلها اوكي، يعني كاني بجيب التفاضل التاني ليها في حاجه اسمها تفاضل تاني، يعني اف دبل داش اتنين شرطتين هنا، لو انا اخدت دي هي الداله الاصليه اللي طالعه من هنا وحبيت افضلها تاني يديني دي، طب لو خدت دي وحبيت تفاضلها هيطلع اي اس اكس، بص بس على التفاضلات هنا اي اس اكس في اكس زائد 1 ده التفاضل الاول، لما فضلت كمان اداني اي اس اكس في اكس زائد 2، يبقى لو حبيت تفاضل كمان مره هيديك اي اس اكس في اكس زائد كام؟ 3، يبقى التفاضل النوني تفاضل مش الاس، التفاضل النوني عباره عن اي اس اكس في اكس زائد ان، لان دي لما كانت المره الثانيه اديتك 2 المره الاولى اديتك هنا كام؟ 1،
ده مجرد بس ملاحظة. يعني لو عاوز أقول التفاضل النوني للدالة دي عبارة عن E أس X في X زائد N، بتفاضل التفاضل الرابع يبقى E أس X في X زائد 4 وهكذا. طيب لو أنا طالب منك بقى إن أنا أفاضل حاصل ضرب دالة جذر T في A زائد B T، طبعا دي الفانكشن F of T عبارة عن جزئين، ده الأول جذر T والتاني A زائد B T باستخدام البرودكت رول. هقول دي اف باي دي تي الاول جذر تي في تفاضل القوس ده، ده ثابت وده ثابت مضروب في الداله تي، يبقى ده الثابت ده يطير وتبقى بي تي تفاضلها بكام؟ بي برافو عليك. زائد الثاني يبقى ايه زائد بي تي، تفاضل جذر تي احنا عارفينه لما كنت برفع تي اقول تي اس نص انزل النص في تي اس ناقص نص اللي هي بكام؟ بواحد على جذر تي. اقدر افك ده بقى اقول ده بي جذر تي زائد اي زائد بي تي على 2 جذر تي، لو وحدت المقامات ب 2 جذر تي يبقى 2 جذر تي على 1 ب 2 جذر تي مضروبه في بي جذر تي يديك 2 بي تي، 2 بي تي وهنا واحده بي تي يبقى 3 بي تي زائد مين؟ زائد الاي. طيب اخر قاعده هنتكلم عليها بشكل كبير هي الكوشنت رول اللي هي القسمه. يا ترى حاصل تفاضل حاصل اسم الدالتين هل هو تفاضل البسط على تفاضل المقام؟ لا غلط، التفاضل بتاع حاصل اسم الدالتين هو عبارة عن المقام تربيع، نحفظه المقام تربيع، المقام في تفاضل البسط، المقام تربيع، المقام في تفاضل البسط ناقص البسط اوكي في تفاضل مين؟ تفاضل المقام. يعني لو طلبت منك تفاضل المعادله دي y بيساوي x تربيع زائد x ناقص 2 على x تكعيب زائد 6، هتيجي تقول لي بقى ان ال y داش بيساوي دي داله على داله، هعمل ايه؟ اربع ده يبقى x تربيع زائد 6 كل تربيع، ده المقام تربيع، المقام اهو المقام اهو في تفاضل البسط، بص على البسط كده، البسط ب x تربيع زائد x ناقص 2 تفاضلها ب 2x زائد 1 على 2x زائد 1 ناقص البسط x تربيع زائد x ناقص 2 مضروب في تفاضل المقام، تفاضل المقام 3x سكوير، هذا الواي داش تقدر تبسطها وتقدر تسيبها زي ما هي مش فيها مشكله. اوكي يا جماعه لو انا عندي داله زي دي e اس x على 1 زائد x سكوير، عاوز اجيب dy باي dx ابدا اعمل ايه؟ اقول المقام تربيع يبقى 1 زائد x تربيع كل تربيع، المقام في تفاضل البسط، تفاضل e اس x بكام؟ ب e اس x ناقص البسط e اس x في تفاضل المقام، تفاضل واحد بصفر وتفاضل x سكوير باتنين x. تقدر حضرتك بقى تاخد e اس x عامل مشترك وتشوف الداله اللي معاك دي هتلاقيها مربع كامل، تقدر تختصر وتطلع الشكل قدام حضرتك ده. الدوال المثلثيه دي ان شاء الله هناخد منها ساين وكوزاين. لو انت عندك ساين x اللي هي جا x التفاضل بتاعها كوزاين وتفاضل الكوزاين بناقص ساين. لو انا طلبت منك تفاضل لي y بيساوي x سكوير ساين x هتعمل ايه؟ هتيجي تقول ده حاصل ضرب دالتين، دالة اسمها x سكوير ودالة اسمها ساين x، حاصل ضرب دالتين تفاضل الأولى في تفاضل الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى، أهو الأولى x سكوير تفاضل الثانية تفاضل الساين بكام؟ بكوزاين زائد الثانية في تفاضل الأولى يبقى اديك 2x. أوكي يا جماعة لو حبيت أجيب الواي داش بتاع تان x، أنا مش حافظ التان، التان اللي هو ظل الزاوية بس عارف إن التان ساين على مين؟ على كوزاين. اقدر بقى افضل التان على انها داله مقسوم على داله واقول بقى المقام تربيع، المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. تمام يا جماعه هنكتفي بهذا القدر من المحاضره، اتمنى لحضراتكم التوفيق ولا تنسونا من صالح دعائكم وما توقفش الخير عندك. لو عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب ونلتقي في محاضره قادمه، وكان معكم مصطفى الحسيني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.